Hi everybody, how are you today? I hope you are fine. With you, Mrs. Sally Salah, an English teacher at Risa Formal Advanced Language School. It's my honor to continue our episodes for Learn It Right with the second episode today under the name of Silent Letters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معكم Mrs. Sally Salah, مدرسة ريسا الرسمية المتميزة للغات. يسعدني ان انا اكمل معاكم سلسلة حلقات اتعلمها صح. وحلقتنا النهاردة بعنوان الحروف الصامتة. يلا بينا نبدأ. Pronounce it right. Episode 2, The Silent Letters. الحروف الصامتة. طبعا الحلقة اللي فاتت خدنا The Silent B وعرفنا المواضع اللي بيكون فيها حرف البي سايلنت. النهاردة هنكمل مع حرف السي وحرف الدي وبرضو هنتعرف عن المواضع اللي بيكون فيها الحرفين سايلنت في الكلمة. قاعدتنا هنبدأ الأول مع حرف C. قاعدتنا بتقول don't pronounce the C letter أو the letter C if it comes after the letter S. يعني لا تنطق حرف C إذا جاء بعد حرف S. يلا نشوف examples. عندي النهاردة 3 examples. أول example معايا سين 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 معناها مشهد وهنا ما نطقتش حرف C. sent 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 معناها رائحة. لما أقول مثلا the scent of the flower is beautiful يعني رائحة الوردة جميلة. scientist scientist scientist. أما أقول مثلا أحمد زويل is a great scientist يعني أحمد زويل عالم جليل. يبقى أنا في الثري sentences دول أو في الثري examples عندي أو في الثري words دول ما نطقتش حرف السي. هنا بقول لكم ايه؟ بقول لكم the final scene in the movie was exciting وجايب لكم مشهد سيمبا وبقول لكم ان اخر مشهد من مشهد سيمبا كان مثير كان exciting. هنروح دلوقتي على حرف الدي وهنعرف امتى بيكون حرف الدي silent داخل الكلمة. don't pronounce the letter D if it comes after the letters N. يعني لا تنطق حرف الدي إذا جاء بعد حرفي الآن. الإجزامبلز اللي عندي إيه؟ grandmother grandmother. طبعا عارفين grandmother اللي هي الجدة. grandfather grandfather الجد. sandwich sandwich. ما بقولش إيه بقى؟ ما بقولش sandwich لا sandwich. تاني sandwich sandwich. and handsome handsome. handsome معناه الشخص وسيم. والجملة بتاعتي بتقول I love my grandmother I love my grandmother اللي هي أنا بحب جدتي. نروح دلوقتي على الموضع التاني اللي بيكون فيه حرف D silent. وقاعدتنا بتقول don't pronounce the letter D if it comes after the letter E. يعني لا تنطق حرف D إذا جاء بعد حرف E. الإجزامبلز اللي عندي جايبه لكم النهارده اكزامبل واحد وهو Wednesday. Wednesday اللي هو يوم الاربعاء. I visit my grandfather on Wednesday. I visit my grandfather on Wednesday. وخدنا لو خدتوا بالكم طبعا ان انا في grandfather نطقتها ازاي. grandfather ما نطقتش الدي كانت silent علشان الان. Wednesday الدي كانت silent علشان جت بعد الليتر E. اوكي بعد حرف الاي فكانت بالنسبة لي سايلنت. يعني ايه؟ يعني انا بزور جدي يوم الاربعاء. دي كانت حلقتنا النهاردة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. thanks for watching and goodbye. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية برضو بنفس السلسلة اتعلمها صح. وحلقتنا اللي جاية ان شاء الله هنكمل فيها الحروف الصامتة silent letters. goodbye with my best wishes Mrs. Sally Salah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.